كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاءت شريعة الإسلام لتحقيق التوحيد، لتحقيق التوحيد وتكميله وحمايته وسد الذرائع للشرك، وهو نقيض التوحيد. وبالتوحيد ينجو كل مسلم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه فيما أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي، أتيتك بقرابها مغفرة. وقال الله تعالى في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جمع من العلماء قالوا عن هذه الآية أن كل ما سوى الشرك أكبر وأصغر واقع تحت المشيئة. أما إذا وقع العبد في الشرك فاعلم أنه ذنب لا يغفره الله أبدا إذا مات عليه المشرك. ولذا التوبة والعودة إلى التوحيد هي الطريق للنجاة من الشرك في الآخرة. ولذا كان حري بكل موحد، كل مسلم يا إخوة، أن يعتني بهذا الموضوع، وأن يعلم أن نجاته في الدنيا وفي الآخرة هو بهذا التوحيد. ولذا لا بد من تعلمه والعناية به حتى لا تقع فيه، وألا تكون سببا من أسباب وقوع الناس في الشرك. بالإضافة إنك تنجو بتوحيدك، أنت نفسك لا تكون علة لشرك الناس. ومن الأمور التي وقع فيها الناس في هذا الزمان وهي تقدح في مقام التوحيد، مسألة التبرك، أن تظن أن شيئا من الأشياء فيه بركة، أو تظن أن أحدا من الناس مبارك، ولذلك تتمسح به وتتقرب إليه، وقد تؤدي له ما هو لله أصلا، مثل الذبح ومثل الركوع أمامه أو السجود، تحصيلا لهذه البركة. فبالإضافة إلى حرصك كمسلم على توحيدك، لا تكن سببا في إضلال الناس وإغوائهم،
وقد بلغني أنه في هذه القرية أو القرية التي تجاورنا أنه انتشر بين الناس أن مائزا لبنه مبارك، وبلغني أن بعض الناس ممن ذهبوا إلى المدارس بل إلى الجامعات ذهبوا لكي يشربوا من هذا اللبن المبارك ظنا منهم أن الشفاء والدواء في هذا اللبن، أو ظنا منهم أن القوة في هذا اللبن. أيها الإخوة المسلمون، إنما ينتشر ينتشر الشرك وهو نقيض التوحيد كما ذكرنا في بيئة جاهلية جاهلة. تخيل أن العربي حينما يخرج لسفر كان يذهب إلى حجر صنم ويمسح عليه ويتبرك به حتى يكون سفره سفرا ناجحا مثمرا. تخيل، فماذا عن أصحاب العقول؟ لا أصحاب الدين، أصحاب العقول يتمسحون بمائز ويتمسحون بلبنها ظنا أن القوة وأن الشفاء وأن الدواء موضوع فيها. هو قد يكون موضوعا فيها بإذن الله، قد يكون في هذا اللبن بركة، واللبن مبارك بوجه عام، كان لبن بقر أو جاموس اللبن كل مبارك مثل العسل، ولكن تخصيص هذا المائز بالبركة إنما هو من سبيل الشرك، إنما هو من سبيل الشرك بالله، كمن يطلب الرزق من غير الله سبحانه وتعالى أو مع الله أحدا مع الله أو شريكا مع الله. وأنا أسوق لكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا حرصا شديدا على ألا يقع مسلم في شرك فيما يخص جنابه. ونحن نعلم أن الذات الوحيدة المباركة هي ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أصحابه وأزواجه يتمسحون به وكانوا يمسحون أنفسهم بعرقه لأنه مبارك. ومع هذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه بابا أن يظن أنه شريك مع الله. انظر أو خذ معي هذا المثال، ونحن عشنا منذ أسبوع تقريبا خسوف القمر أو القمر الدموي كما يقولون، لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولده إبراهيم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لموته، بل قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فحزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم جميعا لحزنه. وخسف القمر، القمر كده ظهر بالهيئة اللي انتوا شفتوها مثلها يعني. فقال أصحاب النبي
خسف القمر لموت إبراهيم فأغضب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلى المنبر وقال لأصحابه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولو كان ولد لا يخسفان لموت أحد أو حياتهما فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو إلى الدعاء أو إلى الاستغفار هكذا سد الذريعة حتى لا يظن ظان أن هذه الآية الكونية تتحرك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يخطب على منبره يلقي خطبة الجمعة فدخل أعرابي فأخذ يصيح في المسجد ويقول يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية لا يوجد ماء في جفاف في المدينة يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية فاسقنا يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على منبره رفع بالسبابة هكذا يكون الدعاء للخطيب على المنبر عمارة ابن رويبة رأى أحد أمراء بني أمية يدعو على المنبر ويرفع يديه هكذا فقال قبح الله تلك اليدين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره وكان يدعو رافعا السبابة هكذا ما يرفع الخطيب يديه أبدا على المنبر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء ودعا ثلاثا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قالها ثلاثا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول والله لقد كانت السماء قبل دعائه مثل الزجاجة يعني بيضة صافية فإذا بالغمام وإذا المطر ينزل من سقف المسجد مسجد النبي كان متغطي بحطب فزي زمان كده لما الدنيا تمطر اتندع مثل ما نقول لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره حتى كان ماء المطر يتساقط من لحيته صلى الله عليه وسلم وأخذت السماء تمطر لجمعة كاملة انظر الجمعة القادمة رسول الله يخطب على منبره والأعرابي يدخل المسجد يا رسول الله غرقنا في الماء يا رسول الله غرقنا في الماء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال اللهم إني أشهدك أني عبد الله أمام أنا عبد الله هذا الأعرابي يطلب مني أن أدعو بالمطر فينزل وها أنا ذا سأدعو بالمطر فيتوقف فيظن الناس أن لي يد لا أنا سببي فقط هو الدعاء وأنا عبد لله لست شريكا لله أبدا سد الذريعة هذا باب في الشريعة يسمى بسد الذريعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حاولينا ولا علينا أي يا رب اجعل هذا المطر
ينزل حول المدينة ولا علينا، فتكشفت السماء. هكذا هكذا يقول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ألا يدفع الجاهل إلى الشرك بالله. إن صاحب هذه الماعز أو هذا الجدي أو هذه الغنمة أو ما كان وقع في ذنب عظيم، لأنه لبس على الناس دينهم، لبس على الناس دينهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يدير مملكة كاملة، لما رأى أن بعض المسلمين في زمانه، هؤلاء الذين قبلوا الإسلام حديثا، يذهبون إلى تلك الشجرة التي ورد ذكرها في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة معرفة، شجرة الحديبية التي بايع تحتها 1500 من أصحاب النبي، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت حتى ينتصر صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين في زمان عمر، أي بعد موت النبي 10-12-13 سنة، يذهبون فيتبركون بها. كيف يتبركون بها؟ يذهب فيصلي ركعتين تحت الشجرة فقطعها، تطهر، سد الباب. ثم انت هتصلي ركعتين، بعد شوية هتسجد له، هتسجد للشجرة، بعد شوية يظن الناس أن هذه الشجرة تنفع وتضر. هو لماذا ذهب الخلق إلى هذا الجاهل صاحب الماعز؟ لأنهم يظنون أن هذا الماعز مبارك، هذا الماعز بعينه. على فكرة يا إخوة، الغنم والخيل من الحيوانات التي وضع الله فيها البركة بمجموعها، مثل اللبن بمجموعه، مش أي لبن، مش لبن الغنمية ده. لكن تذهب فتتمسح. ويحكي لي بعض الأخوة أن بعض الناس كان على استعداد أن يدفع مالا لصاحب الغنمة حتى يلامسها، حتى يحضنها. هذا الشرك، هذا هو الشرك بعينه. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على إخفاء كراماتهم. اسمع، نحن نثبت الكرامة لبعض الناس. في ناس عندهم كرامة. يعني ايه كرامة؟ يعني خرق العادة، شيء عادي كده هو يجري على أيديهم خرق العادة. ولكن إذا كان هذا الرجل فعلا وليا من أولياء الله، كان عليه أن يخفي كرامته ولا يبديها للناس. لماذا؟ حتى لا يفتتن به الناس. وقد قص لنا بعض العلماء في كتبهم، علماء السير، قصة لفتح تستر. وتستر هذا مكان في إيران، مكان كده ناحية إيران على البحر. مكث المسلمون 1.5 سنة تقريبا يحاولون أن يفتحونها، وكانوا يقاتلون جيشا قوامه 150,000، وكانوا فقط 30,000. تخيل، 30,000 عايزين يفتتحوا مكان مدجج بجنود 150,000، وكانت تسطر على الماء، وكانت محمية، حصن حصين. ومكث المسلمون زمانا، مات منهم الكثير. اسمع، ذات يوم، والحديث رواه أنس بن مالك وأصل الحديث في مسلم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بعض أصحابه، هل يقول 5 6 10 بالكثير، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. انت ممكن تشوف واحد ايه اشعث اخضر، يعني ايه اشعث اخضر؟ انتوا عارفين زمان يا اخوه الاولاد اللي كان الرجال اللي كانوا بيمشوا بالشارع حاطط على دماغه واحده صفراء واحده خضراء امامه خضراء ويقول لك ابعد عنه، ده بتاع ربنا، ده ابعد عنه، اشعث اخضر زيه كده ماشي كده، هدومه ايه مهلهله كده وحط بتاع خضراء كده على دماغه وبمر على سكيني اديله، وانت تطلع اديله ده مبارك اديله، رب اشعث أكبر مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب يعني إيه؟ يعني لو جاء على بيتي ويخبط عليه كده إيه امشي يا رجل، يعني ما تعبره ما تعطيله، بس شوف لو أقسم على الله لأبر. في ناس منهم لو أقسم على الله لأبر، تخيل أنت تعمل إيه؟ اللهم إني أقسمت عليك أن تشفي ولدي. شوف رب العالمين يبر قسم لتقواه وصلاحه، ولكن لعلمه وتوحيده، مش دول، مش ليه يشحت منك. هو فعلا لو اقسم على الله مفروض، يعني هو لو بينه وبين الله وصال لدعا الله ما سألك، ده بيجي يسألك انت، ده بيجي يتحنن عليك وانت خايف منه، ها ما يوم ما يتواصل مع الله سبحانه وتعالى. ده هؤلاء لا يسألون الناس ويخفون كرامة، ما يلبس ليش أخضر كده ويمشي في الشارع ولا سبحة. منذ سنة تقريبا قاعد كده قدام البيت، دخل عليه واحد شال سبحة بقول لي مش عارف يا شيخ كريم اديني، لا إما حأذيك، تأذي مين يا ابن الأم، امشي روح يا ده. لا يخاف منك إلا قليل التوحيد. الإنسان توكله على الله وليس على هؤلاء، ولذلك صاحب القلب المليء بالتوحيد دائما قوي وحر، لا يخاف أحدا من الناس أبدا، لأن قلبه متعلق بالله ويعلم أن النفع والضر لا يتأتى إلا بإذن الله. نعم أنت ممكن تأذيني، أنت ممكن تقع علي أذى، لكن بإذن الله، لكن بإذن الله، وإذا أراد الله ذلك فلا بأس، ايه المشكلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث سمى واحدا من الناس أخو أنس، ومنهم البراء بن مالك، أخو أنس بن مالك، البراء بن مالك ده هو من الناس دول، لو أقسم على الله لأبره. فلما قال حصار تستر، فواحد من الصحابة تذكر أنه سمع حديث النبي ورأى أن البراء في الجيش، فقال احنا تعبين روحنا ليه، بجلنا سنة ونص بنحاول ان احنا نغزو هذا الحصن وبيننا رجل لو أقسم على الله لأبر، لو رحنا ربنا كده قال اللهم إني أقسم عليك أن تفتح علينا تستر غدا، ربنا حيلبي قسمه، تخيل. فذهب أمير الجيش إلى البراء، يبدو لي أنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأبى، قال لا ابعد عنه، هكذا تخفي كرامتك، لا تخفي، الرجل فعلا الولي صاحب الكرامة يخفي كرامته، لا لن أفعل. لماذا؟ ليه؟ لأن فقط يعلم بحاله 10 ممكن 5 ممكن 15 30,000 دلوقتي هيعرفوا أنه إيه؟ أنه له الوصلة دي مع ربنا، طب هم ممكن يشركون به، طب ممكن يفتح دلوقتي باب الزريعة، طب ما الناس حاجة ادعي لي يا براء، ادعي لي يا براء، ويترك الله أبا. فلما ألحوا عليه دعا، انظر إلى دعائه، انظر ماذا قال، اللهم إني أقسم عليك أن ترينا
ظهور أعدائنا غدا وأنت توفني شهيدا. خلاص كده ماليش حياة بعد كده، ما عيش بعد كده. الناس يشركون بي، يجعلونني ذريعة وسبيلا للشرك، أنا مش عايز أعيش بقى، خلاص أموت. هكذا هكذا، مش واحد رابط لي معزة في الزريبة عنده والناس بتجيله تعالى عايز لبن تعالى، يا لك يا لك من مضل من يفعل هذا، أو من تخول نفسه له نفسه فعل هذا، فإنه سبيل لإضلال الناس، ومن ذهب جاهل وذهب إلى من هو أجهل منه. مع الاحترام يعني، لو كان واحد منكم راح، بس هذا جهل مقنع، وإنما يدل على ذهاب التوحيد وذهاب معاني التوحيد في هذه البلاد، في هذه البلاد. فالمسلم لابد أن يحفظ أو يحافظ على توحيده، وألا يكون سببا في إغواء الناس وإضلالهم وسبيلا لشرك الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البركة هي دوام الخير وكثرته وزيادته وثبوته، ولذلك سميت البركة بالبركة. ليه البركة بيسموها البركة؟ لأن ماؤها لا يخرج منها، بركة كده، ومنها براك أو براك البعير. البعير لما يبرق بنسميه بركة البعير، أي ثبت. فأنت لما تبحث عن البركة تبحث عن زيادة الخير، تبحث عن نمائه وزيادته. من أي مصدر تأتي البركة؟ البركة من الله. ولذلك لما يأتي الناس كده لواحد صالح يقول يا عم انت بركة، يقول يا عم الحج البركة من الله، يضعها الله فيما أو في من يشاء. ربنا بيحط البركة دي في من يشاء، عشان أقول إن الشيء ده مبارك أو الشخص ده مبارك لابد من دليل، لأن ده غيب. انت عرفت منين إن المعزة دي مباركة؟ نزل عليك وحي، الوحي انقطع بموت النبي، عرفت منين؟ جالك منام يا راجل، شفت في المنام كده انا مباركه؟ لا، يبقى لا بد من دليل. هناك اشخاص وضع الله فيهم البركه في ذواتهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غيره من الخلق ابدا، لا غيره. وهناك اماكن، البيت الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، المساجد هذه مباركة. بس عشان أنا أخذ البركة بتاعت المساجد أروح أتمسح، ها بركة بركة بركة، ولا أقعد أصلي فيها وأقرأ القرآن وأتعلم العلم؟ هكذا هكذا يكون طلب البركة. طلب البركة من النبي باتباعه وطاعته وتوقيره والصلاة والسلام عليه، تأتيك البركة. لكن ما تروحش تتمسح بشيء من أشيائه التي لم يثبت أنها من أشيائه. القرآن الكريم كله بركة، المصحف كله بركة، بس هل البركة تأتي إن أنا أبوس المصحف وأحضن المصحف؟ لا، قراءته، تلاوته،
تدبر معانيه، التداوي به، العمل بأوامره والنهي عن نواهيه. هكذا تنزل عليك البركة، هكذا تنزل عليك البركة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سورة البقرة: فإن أخذها بركة. سورة البقرة فقط، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة، فإن أخذها بركة. في أزمنة مباركة مثل رمضان، ليلة القدر، يوم عرفة، يوم الجمعة، هذا اليوم يوم مبارك، بس كيف تتحصل على بركة الجمعة؟ تغتسل وتأتي إلى المسجد وتجلس وتستغفر وتستمع، هكذا هكذا طلب البركة يكون به. أما غير ذلك فإياك. أنا أريد أن أقول في الخاتمة: منعنا عن، اسمع، التمادح من أجل هذه القضية. إياك أن تزكي أحدا من الناس، تقول يا سلام على الشيخ كريم ده يا أولاد. إياك منعنا عن التمادح من أجل قطع باب السبيل أو قطع السبيل إلى الشرك بالله. أنت تشرك بالله، كما قال العلماء: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. أوسع واد للباطل أن أنت رجل كده إيه يعني، يرى عليه الصلاح ويرى عليه الخير، تظن أنه هكذا وقع النصارى في تأليه عيسى. ولذا حذرنا رسول الله عن ذلك فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله. هكذا المسلم كما ذكرنا في مقدمة الخطبة لا بد أن يكون حريصا حرصا شديدا على توحيده، بالإضافة أن يكون حريصاً ألا يكون سبباً في إيقاع الناس في الشرك. ولذلك إذا رأيت أحداً يعظمك أو يمدحك فرد: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيراً مما يقولون. ما يعرفوش يا رب. عبد الله بن مسعود كان يقف ببابه خلق كثير ينتظرون منه أن يخرج لكي يروي لهم حديثا واحدا من أحاديث النبي. كان إذا خرج من بيته ورأى الناس يجرون إليه ويريدون أن يكونوا بجواره، كان يقول: والله لو علمتم من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. هكذا هكذا يكون الإنسان دائما يسيء الظن بنفسه. أما أن ترى الناس يعظمونك ويدفعون لك من التعظيم ومن التزكية ولا ترد، هذا لا يجوز شرعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أن تحينا على التوحيد. اللهم احينا على التوحيد وأمتنا عليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام.